مرحبا حبايب القلب، ان شاء الله تكونوا بخير والدهب. شاهدوا هذا المقطع اخواتي حبايبي، مقطع اليوم عباره عن جيم سكواد. تحالفنا اخر واحد بالجيم، فيكم تقول سويت عليه لقطه، بترككم مع المقطع وشاهدوا ممتع. والله هاي الحلقة عمل لك عدلت كتير، صار عندي كتير شو اسمه، صرت افهم كتير بالشغلات، ساوند باد والدنيا معلم. الحمد لله صرت احسن من قبل مليون مرة. ليكو انا دمج اخي، والله كذب نمج والله حرام. خلص لعيبه ها، ما نشوف هذا وينه في البيت صراحة. صفر هذا يب نك الكفو تاي نك يا ابن اللعيب. لا ترى والله ايزي اتركه ايزي كل سموك يعني على طول. خلصين طلع marked a location. شوفو ازعر دمجه كتير. تعال على السلم اظهره. اوهو قولي بلا هدا، لسه بقى واحد. كفو قول لي كلاوي انا كفو. في واحد لف لك يا ترى لك كفو نص. حتى احنا اثنين نوك اذا في واحد هون عم يعيش. واتش اوت جايك قول لي اول فزعات. والله سرق بدي سوري يا الله. قدامك اثار طلقة يا عزار طلقة. والله من دمه طلقة. لسعدينا فنك تعب حبيل عبي كاس بته. والله يه قول لي بتحالب بالبالكون. ايه ليك يا اسطى. الو السلام عليكم. عم اللعب يا اسطى. الو السلام عليكم ماي فريند، دو يو سبيك انجلش؟ بيك عربيك. والله زعلان واحدة بغمانية يد صاحب اللي احنا قفلناه في اول الجيم. لا ليه يا ابوي ال ليه كفو قول لي ايش في؟ فكرتي جت حلوه يا شريف. ايه؟ قصه جيم يوتيوب تاريخ. لك الدبل او حد لاعب، حد لاعب تليفون يلعب دبل او. السلام عليكم والله تحدي. لا
نار لك لو على اللعبة ده اجيب لقطة. طلعت بنت يا عم، هلا هلا طلعت بنت. اخواتي حبايبي ممكن وصلنا لاخر المقطع عشان يكون نال اعجابكم، ان شاء الله كنت حظا حضرتكم. اذا عجبكم المقطع تشتركوا من الشير واللايك وتكتبوا تعليق حلو مثلكم. كان معكم اخوكم طه من قناة ازعر جيمنج، موعدنا بفيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.